السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نشا معاكم. قبل كل شيء أقدم لكم أجمل تحياتي وتبريكاتي بمناسبة الشهر رمضان المبارك، وأيضا أقدم برنامجي من مطبخ نشا هانم برعاية شركة الطباخ للمنتوجات الغذائية والتوابل الفاخرة، وإن شاء الله تستفادون من عنده، لأن التوابل مالته يعني في الدرجة أولى إن شاء الله مثل ما قلنا لكم. ربي يحفظهم ويرعاهم إن شاء الله، لأن تاحونا هالفرصة وراح نتعرف عليكم وتتعرفون على طبخاتنا بإذن الله. هسا نرجع الطبق مالتنا، الطبق الرئيسي هو اليوم دولمة شجر والباذنجان بصورة كاملة، يعني مو نقطعها. وعندنا رز، عندنا لحم مثروم، احنا من نبدأ العمل إن شاء الله واحد واحد نعدي لكم. والوجبة الثانية أهمنا الشوربة، تعرفون يومية لازم شوربة، شوربة الشجر. استفادينا من لب الشجر وهمنا استعملنا شجر حتى لا تذبون أي شيء من يبقى من أكلكم، من تحضرون أي وجبة حتى تستفادون من عنده. وعندنا وجبة الثالثة هو السلاطة ملونة باردة بالمعكرونة. والطبق الأخير هو التحلية مالتنا اليوم بسميت، يعني بحليب وسميت، وإن شاء الله تعجبكم وأنتم همينة تحضروا. هسا نبدأ يا أكلة تاخذ وقت، نبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم، أول مرة نفتح الطباخ مالتنا. هسا من نبدأ من الشوربة. ليش؟ لأن الشوربة على راحتها لازم. هسا عدنا أخذنا ملعقة أو قطعة جبن زبدة، العفو زبدة، إذا تحبون أي دهن تستعملون تقدرون. من نأخذ الزبدة لازم شوية همينة نأخذ زيت، لأن حتى بسرعة يموعها كلش قليل إلى أن يموع الزبدة. راح نحضر بقية المواد. هسه مثل ما تلاحظون بس الزبده خلينا على النار بس يبو، ان شاء الله راح نضيف بقيه المواد. اول مواد عندنا البصل مثروم. البصل مثروم شويه يذوب الزيت، وبقيه المواد مثل ما قلنا لكم عدد 2 بطاطا، والشجر 1 شجر قطعناه مكعبات، والبقية اللب الشجر اللي طلعناه من الشجر الدولمة حتى لا تذبوها. واللب الباذنجان همينة ترمناه على مود نستعمله بالحشو مال الدولمة. أي شيء تطبخون يبقى زيادة نفس اليوم، سووا فد أكلة، حضروا فد أكلة حتى تستفادون من هذا المتبقيات، وما تذبوها. دائما المرة مدبرة تقدر تدبر شغله. هسا الزبدة ماعت، راح نخلي البصل، والبصل شوية ياخذ وقت، ننتظر نحضر الحشو مع الدولمة. هسا الدولمة تشوفوها الشجر بطولها، استنقينا صغار بس أكثر من هذا ما لقينا صغار، لو تلقون أصغر يكون أحلى وأرتب. شوف الباذنجان نفس الشيء، همينا لا قشرنا ولا أخذنا من قشر مالته أبدا، وخلينا هالشكل بس حفرنا داخله. وهذا الحشو مالته مثل ما قلنا لكم نستعملها بالحشو مال دولمة. وأكو عندنا مثلا باذنجان إذا كلش قوي يعني ما تقدرون تحفرون، تقدرون بهذا الطريقة. هسا أفسح الطريق حتى تشوفوا، تجيبون فشوبك كلش سريعة ينحفر، شوفوا هالشكل هالشكل، وبسرعة يطلع لب مالته بدون تعب. هاي الطريقة يفيدكم، وإن شاء الله أنتم همينا بهالطريقة تحضروا.
هسا نجيب الكاسة مالتنا، عندنا نصف كيلو رز، الرز غسلناه ونقعناه بالماء حتى لو شوية مي مالته ينزل يطلع طيب، وعندنا 350 غرام لحم مفروم هم ناخذه، وعندنا مثل ما قلنا لكم لب الباذنجان هم ترمنا ما ذبينا استفادينا، لان ايش قد ما يكون بها حشو يطلع طيب. ومن طرف كل بين شويه نحرك البصل حتى يذوب، وعندنا بصل مثروم بهذا. شوفوا يعني الخضروات ما خلينا لا معدنوس ولا شبين، هسه عندنا نعناع ناشف كله طبعا من شركة الطباخ، عندنا نعناع ناشف ملعقتين هو طعمه بهذا، وعندنا فلفل احمر، وطبعا انصحكم لان توابل الطباخ احسن نوعيه، لا تفارق بيوتكم ولا مطبخكم تطبخون اطيب الاكلات ان شاء الله. وعندنا فلفل الاسود، وعندنا ملح، اخذنا هذني خلي شويه نمسح جوا ايدنا حتى ياخذنا الوهس نشتغل. هاي الطريقة نحضر الحشو، وعندنا نصف كوب زيت هذا هم نخليه. شوفوا كلش سهلة بهالشكل، ومن ناحية البصل كل بين شوية نحركه. شوفوا نجي هسه عندنا هنا معجون طماطة، احنا شوية خففنا حتى شوية نخلي بالشسمة بالحشو، والبقية نخليها للشسمة من نطبخها نحضره. شوفوا هالشكل، خلي ايدي ايش قد ما تحبون، احنا هسه بدون دهن خلينا اللحم، اذا تحبون دهين تقدرون تحضروها لحم المثروم يكون بها دهن. شوفوا نقلب من تحت حتى كله يلوث باللحم. هسه البصل تقريبا ذاب، خلينا نجيب مواد اخرى. هسه عندنا الشجر مثل ما قلنا لكم، لب الشجر وفد شجر همينا اخذنا قشر مالته، وعندنا 2 عدد بوتيتا. هسه نحضر الحشو، خلينا نكمل الشوربه ونرجع لكم. هسه نقلب الطاوة هالشكل شوية، ما نحمسه بس شوية حتى ينطي نكهة طيبة. وهذا الشوربة عنده صلصة خاصة بالحليب، وإن شاء الله همينة من أحضره راح أشرحها لكم. هسه تقريبا تمام، نجي نخلي مي الحار يبقى عنا ميزاننا مثل ما قلنا لكم، شوية يطفو فوق بعدين هم نزيد، بس هذا بس للسلق حتى ينسلق البتيتا والشجر. هسه لقيت كافي ونخلي مي حتى نفوره لأن استفاد من المي الحار. دائما قلنا لكم اي طبخ تسووها لازم بيتكم المي الحار، المي الحار يسرع الشغله. ونجي نحضر الحشو مثل ما شفتوا، غسلنا الرز
وجبنا اللحم المثروم وبصل، وهاي هم ما بيها ثوم، بصل وملعقتين نعناع وملح وفلفل اسود وملعقتين تقريبا اخذنا شويه من معجون طماطم هالشكل. شوفوا كلش طيب يطلع، ان شاء الله يعجبكم، ومن تطبخون تاكلوها باللبن يكون فالدولمة كلش رهيبة. نجي عندنا جدر، نجيب الجدر نبدأ بالحش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسرعة نحشي حتى نكمله. ايش قد ياخذ الجدر؟ هل قد نحشي؟ مو شرط الا كله. احنا حضرنا كيلو باذنجان وكيلو شجر، وبس ايش قد ياخذ الجدر؟ هل قد نخلي هالشكل نعبي، وان شاء الله انتم هم تحضروها وتعجبكم هذا الدولمة. عندنا انواع الدولمة، مو بس هذا، عندنا دولمة شجر ودولمة سلو دولمة نسميها، وعندنا احنا عندنا دولمة مشكل، عندنا دولمة خباز، عندنا دولمة ورق عنب، ايش قد ما نعد ولهانة، ايش قد ما نعد ما يخلص. شوفوا هالطريقة، وان شاء الله مي مالتنا هم يفور بسرعة. نخلي مي حار خلال دقيقة، شوفوا عندنا مكالمة من ديالة، اتفضل. آسف جدا انقطع الاتصال. إذا تريدون تخابرون مثل ما قلنا لكم أسفل الشاشة أرقامنا يمر إن شاء الله، وإحنا ننتظر تلفوناتكم. شوفوا شوية نخلي فراغ خلقت، شوفوا هالطريقة مثل ما قلنا لكم ايش قد ياخذ جدر مالتنا. اذا تحبون عدلة تصفطوه، اذا تحبون تنوموه، انتو كيفكم. احنا هسه نشوف الوضع الجدر شلون تصير، نفس الطريقة نسوي لكم. شوفوا كلش سهلة ولذيذة يطلع، وان شاء الله يعجبكم اذا تطبخون. نقول لكم ألف عافية. احنا غسلنا الرز ومثل ما قلنا لكم، وجبنا اللحم مثروم وملعقتين نعناع وملعقة فلفل أسود وملح، وشوية أخذنا من معجون، وطبعا لب الباذنجان أيضا ما نذبه، نستعمله بهاي الشغلة. اكو احنا اكو ناس يقطع ما يقدر يحفره، هاي حفاره مالت شو اسمه كافيه له، يعني كلش زين وسريع. واذا ما عندكم سكينه حاده ورفيعه تقدرون تحضرون. شوفوا الطريقه، ان شاء الله هالمره يعجبكم وكل مره تحضروها. مثل والشبنت ما خلينا ولا معدنوس، بس النعناع، لان طعم النعناع غير شيء، خاصه البهارات الطباخ كانما تازه من حديقه جايبين وثارمين هالشكل. باقينا كم واحد نكمل لازم حتى نطبخه قدامكم وتستفادون من عنده. ومن طرف الثاني الشوربة ما شاء الله ما شاء الله يفور. بهالشكل هسه نحرك الشوربة حتى لا يحترق إلى أن يكون لين، بعدين بالمكسار راح نصفي والبقية المواد راح نضيف له هالشكل. كلش سهلة، من تقومون تشتغلون بالمطبخ أول شيء المواد حضروا قبل كل شيء،
حتى لا تفترون بالمطبخ، هذا ناقص، هذا ماكو جوا ايدي. وطبعا الايد دائما يصير مبلل ويصير بيها بهارات ومعجون او طحين مثلا، تسوون معجنات تضربون على هذا الديلاب وعلى ذاك الديلاب، تفتحون المجرات والمطبخ يصير هوسة هوسة. دير بالكم كل شيء خلوا جوا ايدكم، بعدين ابدوا بالعمل. وثاني شيء، من تطبخون شيء لا تعوفوا اكله بالطباخ وانتم تعوفون تروحون غير مكان. انتم دائما اخذوا لكم ساعه محدوده اللي تقدرون بهذا الساعه تطبخون، تبقون بالمطبخ تطبخون كل اكلكم حتى لا يحترق، لا سامح الله لا يسوي لكم كوارث. ودائما من تشتغلون امينة، هذا هم نصيحة، لا تخلوا اطفال وياكم بالمطبخ، لان طفل ما يعرف نفس الوقت يركض ويجي جوا ايدكم وانتم مغزرين زيت لا سامح الله. دير بالكم. هالشكل كملنا تقريبا، شوفوا كملنا. هسه نجي نشيل الحشو، اخليه هنا أنا، واجي امسح جوا ايدي. كملنا الدولمة مثل ما لاحظتم، ما اخذ وقت هواية. ناخذ كفوف جديدة الى ان نحضر الصلصة مالته. خلي همنا نحمي شو اسمه الطباخ بحرارة عالية حتى يفور، بعدين ناخذ مي مالته او نبقيه هو يمتص مي مالته اذا ما بيها مي، وبعدين نهدي بهالشكل. هسه تقريبا الشوربه بالنار والدولما حضرناه مثل ما شفتوا، نجي نحضر الصلصه مالته. الصلصة بالبداية احنا شوية خففنا حتى بسرعة يصير مثل ما تلاحظون، وعدنا شوية ملح فقط. اذا تحبون حامض السر تخلون بيها الليمون دوزي. نجي مية الحار، شوية نزود بيها ماي لأن ياخذ ماي هواية. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا مدام سعاد، يا أهلا وسهلا، تفضلي عمري. هلا حياتي، هلا عمري، أنا من معجبين برنامج مالتك. الله يسلمك. وطبخك اللي شهي وطيب. الله يسلمكم. وأهل الموصل شاطرين بالطبخ طبعا. الله يخليك. ثاني يوم زينة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، تشرفنا بيك حياتي. تسلمين يا أم زينة، تسلمين وأهل الموصل إن شاء الله. أنا أحب أهلك وطبخك ومن متابعين البرنامج. أشكرك عمري، إحنا دائما بالخدمة، أي شيء تأمرين وأكو شغلة أكو أكلة ببالك أو تريدين توصينا على أكلة نطبخها. أي والله أنا أريد تطبخي لي هاي الدولمة مالتي، الفايدة مالتي. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله. عدت على عدنان راح نطبخ لك. يصير خطارنا، شكو في ولا طريق ماكو. شكرا يا حياتي، شكرا يا أم زينة، أشكرك على أشكر على اتصالك عمري. يا أهلا وسهلا، تشرفنا. نشكر الأخت أم زينة اللي خابرت من موصل وهي ظاهرة تحب الدولمة، هي من متابعين البرنامج دائما. هسه كملنا،
راح نبدل كفوفنا ونمسح جوا ايدنا هالشكل وكملنا. ونجي للشوربه، بعد شوربه عنده شغل هوايه. عفوا، عنده صلصه الشوربه هسه بعدها ما نحضره الى ان يستوي بعدين. وعنده شبيت لان هذا الشوربه يحب الشبت. وعندنا فلفل اسود وعندنا ملح. هسه بس نشوف وضع مالته على وشك الاستواء، والشجر بسرعه يستوي. البتيتا تعرفون. هسه نحضر الداتلي مالتنا. راح نوخر الجدر على هنا ونجيب الجدر دوم ونخليه هنا حتى نحضر المحلبي مالتنا. مثل ما قلنا لكم دائما اي حلويات اي محلبي راح تحضروها لازم هو بارد، تخلطون كل مواد وبعدين تشيلوها على الطبخ. هسه احنا هالشكل شوفوا عندنا لتر حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عندنا كوب سميد، سميد ناعم وخاصة مال شركة الطباخ، أجود أنواع السميد عندهم. هذا كملنا. وعندنا كوب شكر. مثلا كل مرة تشوفون احنا باللتر حليب نخلي نص كوب شكر، بس هنا السميد ياخذ شكر هواية، إذا خلينا قليل ما يطلع طعمه. فاحنا استعملنا قاشدته قلاص واحد، وهذا جوز الهند للتزيين. وعندنا مي الزهر 3 ملاعق أو ربع كوب مي الزهر. هسه كملنا. ضفنا لتر حليب وقلاص شكر وقلاص سميد. السميد قلنا لكم حتى الشكر مع شركة الطباخ، لأن شركة الطباخ مو قلنا لكم مواد غذائية، مو بس التوابل، عندهم طحين، عندهم خلطة بيتزا، عندهم خلطة الكيك وكريم شانتي، أنواع وأشكال. ورا ما كملنا نشيل هذول جوا إيدنا. نجي نخليه على النار لأن هذا ياخذ وقت إلى أن نحركه، مو مثل المحلبي. شوفوا، وحضرنا الطبق. إذا تحبون طبق مدور أو كاسة أو كاسات صغار، إحنا اليوم جوا إيدنا حبينا بهذا الكاسة المربعة. ولو إحنا جامدين واحد يعني لازم يكون بارد بعدين تزينوها وتقدموها. هذا لأن ياخذ وقت إلى أن يبرد ويجمد. فإحنا مسوين في الطبق مدور دائما نحركه. ليش؟ لأن هذا السميد ثقيلة، مو مثل نشا بسرعة يذوب بالش اسمه، لازم على طول نحركه. ومن هنا شفتوا الشجر والبتيتا يستوي، ما باقي له شيء، بس تماما يستوي رأسا بالمكسار نحضره. وعنده صلصة حليب بالحقيقة إنسان يشربها يعني مو هيجي، ما يراد لها طبخ، بس يكون ينطي قوامه وطعمه على الشوربة خلاص. وهذا إن شاء الله يعجبكم، وشوربة مفيدة وخاصة للأمراض السكر. وإن شاء الله إن شاء الله بهذا رمضان ندعي لهم يتحسنون ويروحون يرجعون على صحتهم الكاملة. يا أهلا وسهلا أبو مهند، يا أهلا وسهلا أهل الناصرية. حياك الله يا مرحبا، شلونكم؟ الحمد لله، إذا أنتم زينين إحنا زينين يا أبو مهند. تشرف
الله يسلمك. طيب اليومين اتصلت بيكم والعائله يرحمون بيكم يسلمون عليكم واي واي. الله يسلمهم، انتم سلمونا عليهم ان شاء الله، احنا بالخدمه دائما. نحب نسمع صوتكم. خب ماكو سعاد يعني واحد يخاف منهم، هاي احنا متابعين لكم. بالعكس بالعكس، هذا انتم تشجعوني بعد اكثر. والنعم الله يسلمكم ونسمع صوتكم، نسمع اخباركم. بارك الله بيكم. الله يسلمك واجمعين ان شاء الله. ما ببالك اكله او تحتاج في المقادير؟ والله والنعم، والله والنعم، شرفونا شرفونا. الله يسلمك. تسلم. بس طريقه الزلاب يا رادو. والله الزلاب يا بالحلقات الاخرى قادمه ان شاء الله راح احضره. إيه لأنا إيه هم يردون يردون يحضرون هذه العيد، هي والكلية جانا قلت إن شاء الله. إيه طبعاً. والنعم. وأنتوا يعني بارك. الكل يسمعنا، إحنا قبل نسمع. أسبوع قبل أسبوع من عيد إن شاء الله حلقة شاء كاملة الله. بس معجنات. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلم عليكم واي واي. الله يسلمهم، أنت مسلمنا عليهم فرداً فرداً. الناس الناصرية إحنا نرحب بكم. الله يسلمكم، وإحنا هم نحبكم أهل الناصرية. لا تقولوا لنا احنا ما نعرفكم، اكو عندنا اصدقاء واحباب كلهم من ناصريه ومننا سلام لهم. شكرا ابو مهند، اشكر على تليفونك. نشوفوا شويه يراد لها حركه مستمره حتى من يغلي يكون يتخن، ومننا تشوفون دولمه على راحتها شكت حلو ديفور بسرعة يستوي لأن قليل رز بيها، وإحنا راح نخبطه حتى بسرعة يستوي. ومن طرف الثاني الشوربة ما بقى له شيء، بس باقي له الصلصة، راح صلصة هم أحضرها لكم. هذا الطريقة، والصلصة مالتها كوبين حليب، خلينا نحضرها إلى أن نضربها بالمكسر. غلاصين حليب وغلاصين ناخذها لهنا، بس ليش ما اجر ايدي؟ اخاف يحترق، لان بسرعه يحترق. دير بالكم دائما لازم حركه مستمره. ونجيب عندنا فلفل اسود على الشوربه، وعندنا ملح مثل ما قلنا لكم، حتى الملح حتى الفلفل الأسود كلها من منتوجات الطباخ. هسه الشوربة الملح والكل شيء حضرناه، ونمسح شوية جوا ايدنا. كل ما تشتغلون جوا ايدكم يتوسخ، لان ياخذكم وهس تشتغلون به. بس يحمى شوية، ومن الدولمة مالتنا يفور. لو تشوفون ريحتي، ريحة النعناع مثل ما قلنا لكم من شركة الطباخ، النعناع مالتها كأنما مقطوع من حديقة وفارميها، لأن كل بهاراتها كأنما طازج نفس اللحظة طاحني. الشكل ومنا عندنا صلصة، راح نحضره ملعقتين طحين. ما يصير الطحين رأسا نخليه على الشوربة، مثل ما قلنا لكم كل شيء بارد نخلطه حتى لا يتكتل ويعرقل الشغلة. بهذا الشكل تشوفوها حتى شوية يدخن، نجر ايدنا ونخليها يبرد. المحلة دي أخذنا لتر حليب وقلاص شكر وقلاص سميت مثل ما قلنا لكم، مو مثل بقية المحلبي أو تاطلي، لازم الشكر يكون زائد لأن السميت ياخذ شكر زيادة. فإحنا نحركه باستمرار، وخلينا بيه همينة إضافة ماء الزهر. الماء الزهر ربع كوب ضفنا، شوفوها إلى أن يدخن، بعدين نطفي النار. ومن هنا هم دول ما يفور، ومن هناك الشوربة ما باقي لشي بس المكسار والصلصة.
بس اللي التحلية ياخذ وقت لأن بيها السميد يرادلها وما ممكن نجر إيدنا، مو مثل النشا، حتى النشا شوية تجر إيدك وتقدرين تسيطرين عليه، بس هذا لا، لأن ثقيلة السميد ثقيلة. وإن شاء الله هذا يعجبكم، كلش سهلة وبسيطة، وتزيين مالتها بالجوز الهند والفستق الأخضر، تشوفون كلش طيبة يطلع، بس يتخان شوية. زودنا النار مالته همينة شوية، جدر هم ثخين على مود هذا، بس إيش قد ما يكون نار هادئ أو مع التحريك مستمر يطلع أطيب، تشوفوها. ومن الصلصة مالت الشوربة، تشوفوها الطحين ما عد، لو رأسا نخليها على الشوربة تتكتل وما تموع، يبقى داخل الشوربة متكتلة، شوفوا. حتى من الصبة هم نحركها، لأن مرات ينزل الطحين أسفل الصحن شوية، بدأ يتخان، شوفوا يواش يواش. شو وقت نعرف استوى؟ من يصير فقاعات، هذا الجدير همين نشوفه الطريقة، نظل نحركه، من يدخن خلال لحظات يكون حركات السريعة، لأن من يدخن ينلزق على قعر الجدر لازم حركة سريعة، بس بالبداية لا، بس كتحريك لا ينلزق السميد بقعر الجدر. هسه ما بقى شيء، شوية باقي، لتر حليب، قلاص شكر، وقلاص سميد، وعندنا ربع كوب ماء الزهر، وهذا الماء الزهر ينتفى الطعم محلبي دول درما مو محلبي، شوفوا. هسه تقريبا بدا يدخن بسرعه على كيفنا، مثل ما قلنا لكم استعملوا سميد مال طباخ، يعني فد شي رهيب ويعجبكم، ولا اكله ما يطلع بيدكم غلط، لان مثل ما قلنا لكم الطباخ هو ينطي نكهه على الاكل اسمها جنبه. على راحتنا نحركه الى ان يتخن، مثل ما قلنا لكم ايش قد يكون بطيء يكون اطيب. يا اهلا وسهلا سيد علاء، يا اهلا وسهلا يا اهل بغداد، تفضل عيني. اجمعيني ان شاء الله، شوي اسعلي صوتك سيد علاء. الو الو الو، يمكن اخ علاء يمكن انقطع الخط ان شاء الله، مع الاسف ان شاء الله ننتظر تلفون اخر مره اخرى او اذا حاولت اليوم، نشكرك. وهسه شوفوا يوا على راحته يدخن، من المي الشوربة أخاف نحتاج مي حار ولو فاتحين. ومن هنا شفتوها الدولمة يفور يفور على راحته. يا أهلا وسهلا سيد علاء، رجع علينا الحمد لله، يا أهلا وسهلا، اتفضل عيني. اهلا بيك، اهلا بيك، الله يسلمك، تسلم، اشكرك يا سيد علاء ويا اهل بغداد، الله يسلمك، تفضل. انا يعني انا من المعجبين جدا بالاكلات اللي تسويها، يعني ما شاء الله مبين ذوقك جدا رائع بالاكل، وشيء رائع لطيف جدا، يعني الله يسلمكم، ان شاء الله تستاهلون اكثر ما شاء الله، وعاشت ديت يعني والله شيء رائع جدا، الله يسلمكم، تستاهلون اكثر، وانتم تشجعوني يعني بهذا كلامكم، وان شاء الله انا بالخدمه دائما، واي مقادير تطلبون احنا نرد لكم، يعني ما شاء الله كل اكل اكل بغدادي هذا الاصيل، يعني ما شاء الله الاكل البغدادي الاصيل التراث، اي ما شاء الله، ايوه اهل العراقيين كلهم يحبون هاي الاكلات، خاصه الدولمه مثل ما سمعنا من
مشاهدين كل يوم دولمة. الدولمة نعم، الدولمة والبرياني وهذه الأكلات البغدادية القديمة، الباقلة والدهن والأكلات المعروفين بها البغداديين العراقيين. بالعافية عليكم إن شاء الله. إحنا هم بقدر إمكاننا أي طلباتكم تصير راح نحضرها داخل البرنامج ومقاديرها نعدلكم، إذا ما صار مجال يعني أو ما لحقنا عليكم نقدر نطبخها قدامكم إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد علاء. ما عندك وصفة أو تريد أكلة؟ والله عندي، والله بصراحة أنا سافرت لإسطنبول مرة وأكلت كعكة يسموها البوتشة. بوتشة وعجبتني، ومن هذاك اليوم أتمنى يعني أتعلم شلون أسويها هاي البوتشة اللي هي خاصة بالجبنة تصير. وطعمها كثير طيب يعني، بس تمنيت إنه يا ريت إذا تعرفين الطريقة يعني تعلميني. والله يا سيد علاء هذا أبسط شيء، البوتشة كلش بسيطة، فإن شاء الله مثل ما قلنا لكم. البوتشة وأظن شيء ثاني اسمه سميط يصير مدور سميط. يعني وعليه سمسم. إن شاء الله إن شاء الله راح نحضرها لكم إن شاء الله. هو هذا أكلات الأكلات التركية يأكلوها هم واقفين يعني كلهم يشتغلون. يعني كثير طيبة. أي والله جربناها وكلش حبيناها كثير طيبة. إن شاء الله راح نسويها قدامكم وتتعلمون، وبعد ما تتعرفون على أي أكلة إلا أنتم بيتكم تسووها. شكرا شيف. شكرا لله. أتمنى يعني التوفيق والتألق الدائم إن شاء الله. الله يسلمك. تسلم. أشكرك يا سيد علاء ونشكر أهل بغداد أمينا. هسا راح نشيل التاطلي التخن. هسا صار عندنا تخين مثل ما تشوفون، ورا ما يجمد شوية يبرد، وبعدين راح نخليها على الثلاجة وإلى أن إذا تحبون يوم كامل ويبقى، وبعدين تحضروها ثاني يوم تلوثوها بالشسمة. وبس نرجع لكم لأن وصلنا للفاصل إن شاء الله. وهذا الصلصة مالتنا حاضر، وراح نضربها بالمكسار. شوفوها يعني ما ظل بيها شيء. أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير راح نرجع عليكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير همين رجعنا لكم، طبعا برعاية شركة الطباخ نقدم برامج لكم، وكل يوم يوم جديد طبخة جديدة. وإن شاء الله هسه راح نشوفون شلون حضرنا الدولمة. ومثل ما قلنا لكم احنا كنا محضرين المحلبي التحلية، لأن هذه يرادلها لازم يكون جامد حتى نفرغه بالماعون بهذا الشكل مثل ما شفتوها. نفس الطريقة سويناه. هسه نلوث جوز الهند حتى الأطراف، نخلي نطمسها بالجوز الهند لأن هذا أكلة مالتها بالجوز الهند يطلع أطيب. وإن شاء الله من تحضروها تعرفون شلون طعمه. مثل ما قلنا لكم ينطي طعم دولدرما. شوف بواسطة الإيد الأطراف هالشكل. ومن وصلت شقد ما نلوثها بالجوز الهند يطلع أطيب وأشهى. شوفوا جوز الهند وفستق الأخضر. الفستق الأخضر هم ينطي نكهة طيبة. هذا الفستق الأخضر شوي نخلي من أطراف، وشوية راح نخلي من جوانب بهذا الشكل. شوفوها أشهى حلويات بالسميد، وسهلة وسريعة تقدرون تحضروها بخمس دقائق. شوفوا احنا راح نذب الفستق همينة بالأطراف، إن شاء الله يعجبكم.
هسه راح ننظف الميز مالتنا، لان تعرفون الجوز الهند من تستعملوه شويه يوسخ يسوي هوسه بالاطراف. هسه تقريبا كل شيء جهز عندنا، الدولمه مثل ما شفتوا فورناه وصار انطباخ، ولان تمن مالتنا تمن بسمكي بسرعه ينطبخ مثل ما تشوفوها. احنا زيناها باللبن، يعني مثل باللبن، وباقينا السلطه. السلطه عندنا معكروني ملونه، ما ناخذ هوايه لان حتى يكفي الصحن. وعندنا الفلفل احمر عدد واحد، ما شاء الله كله كبار طلع هوايه، ما ناخذ كله. عندنا فلفل اخضر، شوفوا المعكرونه ملونه والفلفل الوان واشكال، اصفر اخضر. هسه عندنا فلفل اصفر، شوفوا الجماليه، شوفوا شلون يشهي واحد من يحضرها للفطور. وعندنا ذره مسلوقه همينا من شركه الطباخ. وعندنا شو اسمه الزيتون بدون نوى هالشكل. راح ناخذ المواد الزائده، شوف الالوان جميله، شوف الجمال، شوف الجمال شلون حلو شلون منظر. هسه نخلطه هالشكل. تقدرون بصحن التقديم صحن عميق، او تقدرون بهاي الصحن، احنا بصحنها حضرنا. خلي هذا بيدنا نسويها حتى الصلصه من نخليه بتشطن حتى ياخذ كل مكان نفسه. شوفوا الوان، شوفوا الجمال، شوفوا هاي معكرونه ملونه، وعندنا فلفل ملون راح نشيله. وعندنا هنا نعناع مثل ما شفتوا كله من شركة الطباخ، وعندنا ملح، شوفوا ايش قد ملزمة بيها. هذا عصير ليمون، عصير نص ليمونة. مثل ما قلنا لكم احنا هسه نقدمه على مود، هذا خلينا الملح مالته. اذا انتوا ويا الفطور تخلطون الخبطة مالتها والملح، لان الملح يدب المي، السلطة يدب المي، وفلفل أسود. وعندنا منه زعتر فرمنا ناعم. هسه نشيل المواد جوا ايدنا حتى على راحتنا نقدر نسيطر. هسه عندنا عصير رمان، شراب رمان أو دبس الرمان، طبعاً من شركة الطباخ أحسن نوعية. وعندنا زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون نصه نخلطه ونص شوية نبقي للوجه بهالطريقة. شوفوا الجمالية، شوفوا الألوان، ومشهي ونفس الوقت مغذي. هذا يعتبر وجبة، وجبة العشاء. هسه كملنا تقريبا هالشكل. نجي انتوا على راحتكم شلون ما تريدون تزينوها تقدرون تزينوها. يا اهلا وسهلا يا اهل البغداد، تفضلوا عيني. مرحبا، رمضان كريم، كل سنه وانت طيبه اجمعين ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، شرفنا بيكم. انت شرف، الله يسلمك. اسال الله الامن والامان من هذا الوباء اللي فتك بكل الناس، واسال الشفاء العاجل للمرضى ان شاء الله، واسال كل الناس الجعاء بهذه الايام المباركه باذن يا الله. يا ربي الله يشافي ويعافي كل الناس، كل بشر على وجه الكره الارضيه من هذا الوباء اللعين. امين. اشكرك يا ست سالي، اشكر على هالدعائك. ان شاء الله الكل دا يسمع يقولون امين، باذن الله هذا الوباء يروح من عندنا ان شاء الله.
دعائك كلش حلو يعني، والله العظيم كلش حلو. تسلمين تسلمين حياتي حياتي. يعني ممكن اطلب منك طبقين. الطبق الاول هو احنا نعتبره الطبق الرئيسي، تمام؟ إيه نعم. ايه والطبق الثاني اطلب منك طبق الحلو ان شاء الله. تفضلي عمري. اول شيء اريد منك، انا دائما يعني اطبخ الدجاج المحشي. إيه نعم. بس اغلب الاوقات يعني تكون الدجاجه من احشيها. إيه؟ يعني حتى لو اتبلها ولو نبات اتبلها فتره قليله. إيه نعم. يعني تطلع ما مستويه. يعني الحشوه مالتها مستويه، اما هي يعني ما مستويه. مو يعني خلينا نقول مطبوخه طبخ زين. يعني شنو الاسباب يعني؟ انت تخلين الرز من غير ما تطبخين؟ احيانا اطبخه واحيانا لا، يعني لا. حسب. اذا تطبخين يكون احسن، لان الدجاج بسرعه يستوي. وانت تطبخين الرز تسويه مصفى، يعني تصفين الملح شو اسمه الرز بلي، وتستعملين بلي. تستعملين يكون بلي. احسن. واحنا ان شاء الله ستسالي عالجايه ان شاء الله حلقات الاخرى، وراح نقدمها لك، وان شاء الله نقول لك هاي الطريقه اللي ام سالي رادتها وإلك خاص نهديها. تسلمين تسلمين، ممنونة منك. والتاتلي مالتك والتحلية مالتك شنو؟ التحلية مالتي الداطلي، اللي يعني أنا دائما بالضبط يعني ما أعرف شنو اسمه، هو داطلي عموما، بس اللي يتحشى يعني جوز أو فستق حلبي. بس طريقة عمل العجينة أنا ما أعرفها، يعني أطلب منك المقادير. يعني حلقة تاتلي؟ حلقة طاطلة إن شاء الله. إحنا البرامج الأخرى مثل ما قلنا لكم، عندنا حلقة خاص للحلويات، عندنا حلقة خاص للمعجنات على ترتيب التحضير البعيد إن شاء الله. إن شاء الله. تسلمين، ممنونة منك، أخذت من وقتك. لا بالعكس تسالي، إحنا شرف بيكم إن شاء الله. إحنا نحبكم ونحب نسمع صوتكم دائما، وتشجعوني. تسلمين. تشجعوني حياتي. طبعا انا من متابعي البرنامج مالتك. يا اهلا وسهلا، دائما اتابع حلقاتك. اشكرك عمري. تسلمين، الله يطول عمرك. تسلمين، ممنونه منك. دائما تسلمين. نسمع هالدعائك الحلوه. تسلمين، ممنونه. اشكرك عمري. يا اهلا وسهلا سالي، نشكر على اتصالك. هسه تقريبا كملنا وباقي لنا، زينا كل شيء. هسه بس الشوربه همينا. مش بنت هو شوية خلينا داخل الشوربة، وشوية نزينه بالشبت. هسه نرجع نعدلكم المقادير هالشكل. كملنا، راح نوخر هذني وراح نطلع الكفوف حتى على راحتنا نشتغل، ونمسح الميس إذا وسخة نشوف منه. هسا أكلاتنا صار جاهز مثل ما لاحظتوا، أكلة شهية ولذيذة بنفس الوقت ومفيدة. هسا نبدأ من الدولمة. الدولمة حضرنا الباذنجان والشجر بكاملها بطولها، ما قطعنا ولا قشرنا، بس حفرنا داخله، وبعدين استفادينا من لب الشجر على الشوربة استعملنا، واللب الباذنجان استعملنا بحشو مال الدولمة. جبنا نص كيلو رز، 350 لحم ثوم، وعدنا بصل، وما خلينا ثوم، ملعقتين نعناع وشوية ملح، فلفل أسود، وخلطة اللي خلطناها هو هذا حشو مال كل دولمة. حشينا بيها الباذنجان والشجر. اذا عندكم جدركم عالي تقدرون عدل توقفوها، او اذا تنوموها كيفكم، يعني ما يصير بيها شيء. شوفوا حتى ولا حبه رز ما يطلع، لان هذا راسه من فوهتها كلش ضيقه. احنا استنقينا هذا الحجم. وبالدومة اذا تحبون اللبن والثوم او اللبن ساده، احنا لان بداخلها ما خلينا ثوم، تقدرون اللبن تخلطوها بالثوم تزينوها بهالشكل. ونقول لكم ألف عافية. ونجي للحلوي حلا. احنا أخذنا لتر حليب وقلاص شكر، قلاص سميت كله من شركة الطباخ. قلاص السميت ياخذ شكر هواية، احنا كل مرة نسوي لتر حليب نخلي
نص قلاص او اقل شويه ازيد من نص قلاص، وهالمره اخذنا قلاص كامل لان سميت يحب الشكر. خلطنا اول مره بارد، لان مثل ما قلنا لكم اي حلويات اي محلبي او بودينج لازم كله بارد تخلطون، هذا نقطه مفيده. ما يصير نفور الحليب بعدين نخلي النشا او حنط نشا الحنطه او طحين رز اي داطله تسوون راح تتكتل، ماكو عنده شاره يعني، هم ما يدخن الحليب وهذا حرامات. احنا ناخذ الجدر خلينا لتر حليب قلاص شكر قلاص سميد ومع تحريك مستمر، وخلينا بيه ايضا ثلاث ملاعق او ربع كوب ماء الزهر، الماء الزهر ينتي نكهة كلش طيبة. فمثل ما شفتوا جمدناه بالصحن بعدين قلبناه، وبعد ما قلبناه شوفوا زيناها بالجوز الهند والفستق الأخضر، وإن شاء الله إذا تحضروها نقول لكم ألف عافية. وإحنا زلاطة مشكلة ودائما لازم شوربة والزلاطة والحلل لا ينقص الصفرة مالتنا شلون ما كان كل يوم شكل. هسا إحنا هنا استعملنا معكرونة ملونة، معكرونة ملونة سلقناه مثل بقية المعكرونة اللي نسويها، بس هالمرة ما خلينا الزيت بالسلق لأن مرات نسوي حتى لا ينلزق نبقيها شوية. إحنا ما نسلقناه، مي الحار فار ويصار حار وسخن، وبعدين خلينا المعكروني ملونة وحركناه كم مرة إلى أن شفنا شلون لا يتعجن ولا كلش قوي هذا الشكل، وما خلينا بزيت بس الملح. وبعد ما صفينا رأسا غسلناها بمي البارد، من غسلنا بمي البارد يروح النشامات بعد ما يلزق أبدا ما يلزق. وإضافة استعملنا الذرة مسلوقة طبعا مال شركة الطباخ، والزيتون مال شركة الطباخ، تشوفون زيتون مال بيتزا الحلقات اللي بدون نية نوى الأسود، وعندنا هنا فلفل أحمر وفلفل أصفر فلفل أخضر، همينا ترمنا من كل واحد عدد. وشفتوها شلون تزيين مالتنا شكو جوا إيدنا، هذا زينا مثل ما تلاحظون، وزيت الزيتون وعصير عصير رماني أو دبس الرمان كيفكم، شراب رمان أي شئتكم بس يكون مع الرمان. إحنا استعملنا دبس الرمان مع شركة الطباخ والزيت الزيتون شركة الطباخ، وإن شاء الله ينطيكم نكهة طيبة. إذا ما استعملتوا شركة الطباخ إحنا ما علينا، تقولون ما بيها طعم دير بالكم. وطبخة الأخيرة الشوربة، الشوربة الشوربة الشجر كل ناس ما يسويها ولا يحب مرق، ما إن شاء الله فد يوم أسوي لكم مرق همينة مثل ما أختلط إن شاء الله راح نحضره ببالنا. هسا إحنا نلب الشجر مالت الدولمة وخبطنا وياه فد شجرة كاملة، شجر أو قرع يسموها أكو ناس هيك مكعبات، وبعدين اثنين بطاطس وقشرناه ومثل مكعبات همينة ترمنا. وأول مرة خلينا ملعقة زبدة قعر الجدر، كل ما نقول الزبدة استعملنا لازم وياها شوية زيت لأن الزبدة مو بسرعة يذوب فيحترق يغير لونها، فإحنا شوية نزيد، هذا نقطة مفيدة، شوية نزيد زيت أو زيت الزيتون أنتوا كيفكم حتى يموق الزبدة. وبعدين حمصنا البصل، وبعد ما حمصنا البصل جبنا الشجر والبتيتا ومي الحار وملح الفلفل الأسود وترمناه بالميكسر وسوينا الصلصة، قلاصين حليب وملعقتين كل قلاص ملعقة طحين، خبطنا مثل ما حلبي إحنا نحركه ونزيده مثل ما شفتوها بيها شفاء إن شاء الله. إحنا قبل كان ببيتنا نقول أكلوا شجر بيها شفاء، فإحنا ما كنا نفتهم بس لحد الآن نقول الشجر بيها شفاء، رب العالمين كل شيء خلق بيها شفاء بس الشجر بيها فوائد زيادة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام البرنامج، بس ما نحب نعوفكم بس الوقت خلاص، إن شاء الله حلقة قادمة وإن شاء الله يوم جديد وأكل جديد برعاية شركة الطباخ. ونقول لكم اليوم نختم وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.